مباراة حريقة، بدت المباراة بصافرة الحكم السيد عاشق الكروت كلاوديو سيريتشا تاجر حاليا، الرجل مجتهد والآن يجتهد في مباراة، والآن كرة مقولة، الله جميلة جدا من كوبري، كرة يمين لمساته، هذا قصيدة واحدة يمرر الآن كرة واحدة إلى ياسر، إلى ويلي 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 جول تتحول وياسر يسدد والكرة تصطد وتعود من جديد. سليمة يا راضي، سليمة يا راضي، معك حق، ما انت راضي على الوضع الدفاعي. ولهجوم النصر في هذا الزمان واحد من المهاجمين الذين يظهرون، انه هو انه هو انه المعرض يسدد الان كرة مقولة، حسن ربيع الكرة في الشبكة الجانبية، يتقدم التايب، يتحرك التايب، يتفوخر التايب، يعدي يمرر كرة بينية إلى ويلي، يوه والكرة خطيرة والكرة تتخلص من المدافعين، جملة تكتيكية رادو، ووي 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 يا راضي، طبعا بالرومانية رادوي ييما، يعني فعلها رادوي الآن يفعلها بحيات، خسر نهائي كاس فيصل وخسارة قديمة أيضا لديه من النصر، الآن 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 ولي يتقدم والكرة تتخلص، محاولة حقيقية لفريق الهلال، إيدير كثير يعني عندك كامبوس في المكسيك أيضا كان حارس مرمى كرة يد، خطأ عملية جد موجودة على ربيع معاه يا مرشدي، يا دوب يا دوب يا دوب يا مرشدي، لعب مرتدة موجودة لكن تغطية حاضرة من عزيز، التحرك موجود والخطأ موجود، وصافرة النهاية مشاهدينا الكرام.